بعد خضوعهم لاختبارات بدنية وطبية وأخرى نظرية وتطبيقية، دخل حكام الساحة والمساعدين المرشحين لإدارة مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، مرحلة حاسمة تحت إشراف محاضرين دوليين وخبراء في مجال التحكيم بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. خضع الحكام لدورات تكوينية في مجال تقنية حكم الفيديو الفار، هذه التقنية التي ستستعمل لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بدءا من دور ربع النهائي. هو في طبعا تقدم في الموضوع ده، لان زي ما انتم عارفين عشان يبقى في الحكم يقدر يحكم وان هو يتاهل للتحكيم لازم يعدي باختبارات معينه ولازم يؤدي تدريبات معينه للفي ار. فالحمد لله احنا يعني عملنا اغلب التدريبات، وفي بعد الدوره دي اعتقد هيبقى في مجموعه من الحكام هيبقوا مؤهلين ان هم يستخدموا الفي ار خلال دوره امم افريقيا. وفي نفس الوقت برضو ان الحكم اللي في الملعب لازم برضو هو يتأهل لده بتدريبات معينة، فبرضو احنا بندربه على ده ان هو يبقى مؤهل ان هو يستخدم الفي ار برضو. 56 حكما، 27 منهم للساحة و29 منهم مراقبا للخطوط، خضعوا لاختبارات تطبيقية على الفار تحت إشراف مايك فان دير رويست مسؤول البرنامج داخل الفيفا، حيث جرت مباريات تطبيقية بمشاركة فرق ستاد المغربي ووداد تمارا وجمعية سلا. صحيح، هذا تدريب يعني ثالث اللي كديروا لكاف استعدادا للكأس الإفريقية الجاية إن شاء الله في مصر. كاين استعدادات، عملنا اختبارات طبيه واختبارات بدنيه هذا الاسبوع، ومن بعد بدينا الاستعدادات على تقنيه الفار. كتعرف ان واحد التقنيه اللي جديده بالنسبه لنا حنا في الكاف يعني، وكنحاولوا يعني نتاقلموا معها ونضبطوا معها ونشوفوا كاع الجديد اللي كاين فيها. هو كاين دائما الجديد فيه افاده، حنا كتعرف ان حنا مقبلين كما قال السيف وزير خجاع رئيس الجامعه انه العام الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الفار في البطوله الوطنيه. أن هذه إفادة لنا اللي نقدروا نوصلوها للإخوان اللي معنا في البطولة، في يعني الحكام الشباب اللي معنا في البطولة، على أساس غتكون عندنا واحد التجربة اللي مقبلة إن شاء الله في البطولة، ونحاولوا أننا علاش لا حتى حنا نستعملوها العام الجاي ونحاولوا نقللوا من الفوات التحكيمية اللي كان عندنا في البطولة الوطنية. يذكر أن تجريب تقنية الفيديو المساعد سابقتها دورات أخرى بجنوب إفريقيا للحكام المرشحين لقيادة مباريات كأس أمم إفريقيا، على أساس أن يتم تحديد اللائحة النهائية بعد 3 أسابيع.